أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الأيام وحلقة وبرنامج مونديال الأيام. الانتقال إلى المجموعة السابعة والحديث عن مباريات كأس العالم الآن. المجموعة السابعة إذا ذكرت يذكر معها البرازيل، صربيا، سويسرا، كاميرون. أعتقد من المجاميع القوية نوعا ما بنوعية الفرق الموجودة. كلامنا راح يكون في المجموعة السابعة عن الفريق الأول في هذه المجموعة حسب التصنيف العالمي وحسب إجراء القرعة، فهو الفريق البرازيلي. البرازيل فخامة الاسم تكفي، يعني عندما تتكلم عن البرازيل، البرازيل هي صاحبة اللقب الأكبر، الألقاب الكبرى في كأس العالم، صاحبة الفريق الذي أحرز اللقب لبطولة 5 مرات ابتداء من 58 62 70 94 2002. البرازيل ما قدمت لنجوم الكرة العالمية ابتداء من بيلي، توستا، وجارزينو، نزولا إلى رونالدو ورونالدينو وهذه الأسماء الرنانة الكبيرة. البرازيل عندها 5 ألقاب في كأس العالم، الوصيف أيضا مرتين، يعني ما معناه 7 مرات صعدت نهائي كأس العالم لأن مرة النهائي. لعبت أكثر من 108 مباراة في كأس العالم، عندها أكثر من 75 فوز تعادل 20 مقابل 20 خسارة، وهذا الرقم بحد ذاته كفي بأنه تعطيك مقدمة أولية عن أنه الفريق بما يملك من اسم وتاريخ. سجلت 228 هدف، عليها ما يقارب 105 هدف. أسماء الكبيرة يعني برازيل 7 مرات في كأس القارات، 4 ألقاب عندها أيضا في كأس القارات أحرزت، عندها مشاركات في أمم أمريكا الجنوبية يعني كوبا أمريكا أكثر من 35 مشاركة، 8 مرات أحرزت اللقب زين، و11 مرة هدف الوصيف، يعني ما معناه أنه 8 زائد 19 مرة توصل نهائي كوبا أمريكا. إذن البرازيل اسم كبير واسم لامع واسم يتصدر قائمة المرشحين لحراز اللقب دائما في كل بطولة. يقود البرازيل تيتي المدرب البرازيلي حاليا فترة طويلة، يملك لاعبين وأسماء كبيرة الكل يعرفهم متابعينهم في الأندية والبطولات الأوروبية، أليسون ليفربول حارس المرمى وأندرسون مان سيتي هم أفضل حراس حاليا في الدوري الإنجليزي والكل يتابع، ميليتاو ريال مدريد، عندك ماركينوس باريس سان جيرمان، فريد مانشستر يونايتد، باكيتا ويست هام، نيمار باريس سان جيرمان، كاسيميرو مانشستر يونايتد، ودانيلو وأسماء فينيسيوس، رودريغو، رافينيا، أسماء اللي حاليا تياغو كوستا أيضا في تشيلسي، فأسماء كبيرة يعني قائمة طويلة. يبقى الفريق البرازيلي من الفرق المرشحة والساخنة دائما للبطولة بما يملكه من تاريخ وإرث وخبرة وجودة من اللاعبين الكبار. الفريق الثاني في المجموعة السابعة فريق صربيا، ومن الفرق الأوروبية أيضا أوروبا الشرقية، وفريق صربيا أيضا من الفرق اللي يملك دائما لاعبين وأسماء كبيرة في مشاركتها في الأندية الكبيرة في الدوريات الإيطالي الإنجليزي أو الإسباني حتى الإنجليزي، أسماءهم كبيرة لاعبين. فريق صربيا عنده 12 مشاركة في كأس العالم، حاليا المشاركة الرابعة اللي يتأهل بها ابتداء من عام 2006 2010 18، هذه ال4 سنوات، حاليا 22 نصف نهائي، يعني وصل يعني عند كأس العالم 1958 والرابع 1962، فبالتالي بحد ذاته هذا هو كافي أنه فريق دائما فريق كبير وفريق يستطيع المنافسة مع الفرق الكبار أو اللعب أمام كبار أوروبا. وصيف أوروبا أيضا يعني دوري أمم أوروبا اللي البطولة السابقة يعني 96 و98 عنده 5 مشاركات، يعني من أصل 5 نهائيات وصل بها، لعب أكثر من 48 مباراة في كأس العالم، عنده 17 فوز مقابل 18 خسارة و8 تعادل، إذن فريق يعني متوازن بين الفوز والتعادل والخسارة، فريق يعني دائما هو فريق رقم صعب وما يملك من لاعبين وخبرات دائما تؤثر في نتائج المجموعة وفي قرارات المدربين في مواجهة هكذا فريق دائما. يقود الفريق حاليا المدرب دراغان ستايكوفيتش وهو صربي الجنسية، أشهر لاعبي يعني على مستوى العالم يلعبون في أندية كبيرة أيضا في إشبيليا، بوخوم، بريمن، خيتافي، سامبادوريا، لاتسيو، أياكس، فيورنتينا، أسماء كثيرة، متروفيتش، فيليب ديوريش، تاديش، لوكايو،
لوكا يوفيش، سردان باليش، ديمتروفيش، اشبيليا، فتعرف اسماءهم كلها يعني متشابهه متقاربه، لكن هم اسماء كبيره وثقيله في الدوريات الايطالي والانجليزي والاسباني، ايضا اسماء كبيره ومؤثره في انديتهم، وبالتالي فان منتخبهم سيكون ايضا من الفرق اللي دائما يحسب لها حساب. اذا انتقلنا للفريق الثالث في المجموعه السابعه هو الفريق السويسري بعد البرازيل وصربيا. الفريق السويسري ايضا من الفرق الاوروبيه اللي بدات تسجل حضور مؤثر في مبارياتنا كاس العالم او في مباريات امم اوروبا، عنده 12 مشاركه في كاس العالم. الفريق السويسري لعبت اكثر من 33 مباراه، 11 فوز مقابل و6 تعادل و16 خساره، لها 45 هدف عليها 59. في امم اوروبا لعبت 5 مباريات، يعني عفوا 5 مشاركات في بطولات امم اوروبا. الفريق السويسري ايضا يملك لاعبين واسماء كبيره اصبحت مؤثره في الساحه، يعني على مستوى الانديه والدوري الابطال الاوروبي، يلعبون في دورتموند، عندك في فالنسيا، مان سيتي، نيوكاسل، تشيلسي، ارسنال، موناكو، توتنهام، فورست، فاسماء كبيره يعني كوبيل، كومبرت، كاتشي، فابيان شار، دينيس زكريا، جاكا، شاكا، لاعب ارسنال، يعني امبولو، موناكو، ورومو، فلير، توتنهام فورست. ايضا الفريق السويسري ايضا من الفرق يعني القويه في هذه المجموعه والمؤثره في تسلسلها باعتباره فريق قريب من المستوى من الفريق الصربي اللي ينافسه في نفس المجموعه مع الفريق البرازيلي، وبالتالي فريق سويسرا سيكون فريق كبير وفريق مؤثر في تسلسل المجموعه. المجموعه السابعه الفريق الاخير في المجموعه هو الفريق الكاميرون اللي يمثل افريقيا، باعتبار دائما مشاركات الافريقيه اصبحت مؤثره وقويه في بطولات كاس العالم. مشاركته رقم 8 في نهائيات كاس العالم، عنده 20 مشاركه في امم افريقيا، وبالتالي عنده 5 القاب من امم افريقيا، لكن في على مستوى كاس العالم لا زال يبحث عن الالقاب او وصوله الى الادوار النهائيه. هذه الالقاب اللي حرزها الخمسه في امم افريقيا هي ابتداء من 1984 88 2000 2002 و2018 تأخيرا. الفريق يعني يمر بمراحل جيده ويملك لاعبين جيدين على مستويات الدوريات الاوروبيه. ريفو المدرب حاليا ريفو سبوتينغ وهو كاميروني الجنسيه، وبالتالي يعني يملك مجموعه لاعبين في الدوريات الايطالي والاسباني او الفرنسي وانواع يعني لاعبين في الدوري الالماني، اونانا في الانتر يعني من اشهر لاعبي انغولو واتفورد، واودينيزي الايطالي، انزو ايبوي، واندريا زامبو نابولي، وليغانيس، ايفان نيو، ومارتن هونغلا فيرونا، كامبي ليون، باكشتاش، وعندك ايريك ماكسيم بايرن ميونخ واللي هو اللي كوندي اولمبياكوس، فاسماء متعدده ومتنوعه عنده يملك في الدوريات الكبرى العالميه، وبالتالي سيكون رقم صعب الفريق الكاميروني باعتباره ممثلا لافريقيا. في نهايه هذه المجموعه السابعه تنتظرنا المجموعه الثامنه والاخيره في كاس العالم.